قافيه بزاف، لان هو ما كانش معول على هذا الشيء. جا المكناس باش يزور هشام اللولي باش يشوفوا كيف بقى. صافي هذا الشيء اللي كاين، اما شي حاجه اخرى ما كايناش. حنا جايين على اساس باش نشوفوا كيف بقى، كاي واحد مريض، اي واحد محتاج شي حاجه، اي واحد واقع عليه شي مشكل كنمشي تزورو كتشوفوا كيف بقى، كطمئن عليه صافي كترجع بحالك. اما شي حاجه اخرى ما كناش عارفين نهائيا. حنا ما كناش عارفين كاع واش نزار غيطيح في هذا المشكل. كنا عارفين كون بقينا في مدينتنا احسن، كون بقينا في اكادير احسن حدا والدينا بخير، لكن لا مشاكل لا والو. عيطوا عليكم الصباح قال لكم راه شكون اللي عيط عليكم الصباح قال لكم راه؟ لا انا تلقيت بزاف الرسائل في انستغرام، وفي نفس الوقت كنت طالع في اللايف مع نيبالا، والكومونتيرات الاكثر كيقولوا بان نزار والملولي راه معتقلين. انتم ما كانش عندكم حتى خبر به؟ لا ما كانش عندنا خبر، لان انا كنقول نزار مع هشام الملولي يعني راه حامي حامي، وهشام زعما مول العقل كبير زعما راه عارف اش كيدير. قلت زعما نزار راه في امان. متفق معايا نيبالا؟ متفق معاك. ماشي غتخليوه مع الملولي؟ لا كان يامات ملي كان مع الانسه راه معروفه صافي. طرا بيناتهم انخصام مشى عند الملولي، وبقاو ويا واحد المده شويه قصيره في مدينه كازا بلانكا. شوف اتصلت بالام ديالك؟ الوالده انا ما بغيتش نقول لها حتى حاجه، لان بالحكم الوالده كبيره. المهم الناس الكبار راه ما يمكنش نعاود لهم شي حاجه اللي خايبه يقدر يتادوا بهذا الخبر. انا مستحيل نعاود لهم، لان انا ما بغيتش لهم اذى نهائيا، حيت هما عزازين عليا الله يخليهم ليا. واي اللي عنده شي والدي الله يخليهم لي والله يطول في عمرهم، واللي ما عندهمش الله يرحمهم ويوسع عليهم في هذا النار. كيفاش هضرتوا مع الام والاب ديالك باش توصلوا لهم ميساج؟ انا ما قلت لها حتى حاجه، الوالدين ديالي ما قلت لهم حتى حاجه. يقدر يعني بالحكم والده يعني عندها شي في يوتيوب، يقدر لي فان ولا علموها اتصلوا بها ولا شي حاجه. ما المهم انا ما قلت لها حتى حاجه، مستحيل غادي نقول لها شي حاجه. بعد هذا البودكاست ما كنتوش كتصور لي واحد النهار غيجي وتشد الجو؟ لا ما كناش متوقعين نهائيا، ما كناش متوقعين نهائيا. وانت كتشوف اش طرا؟ شوف بلي سباب هو الملول. لا شوف انا ما قلتش حاجه، انا اللي غادي نقول خويا ما كانش معول يطرى لي هذا المشكل، لان خويا جاي من مدينه مكناس. والتحيه الناس ديال مكناس كبروا بينا الله يعمرها دار. خويا جاي لمكناس من اجل باش يشوف هشام اللولي كيف بقى. صافي اطمئن عليه ومن تما كيرجع لبحاله. بعد ما وقع المشكل كنشوفوا بلي غيتا غبرات. غيتا يعني هو كيكون معاها مؤخرا دابا؟ شكون يعني غيتا هو كيكون معاها مؤخرا؟ دابا راه نزار ما كاينش، نزار دابا حاليا راه معتقل. شنو السبب ديال الغياب ديالها؟ كنشوف بلي هي ما ازراتوش ما جاتش معاها. واش نقول لك عندهم مشكل انا ما عرفتش نهائيا. يقدر يكون بيناتهم مشكل شنو هو، ما اما انا صعيب باش نعرف. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.